إذن نبدأ مباشرة بعد التحميل، نبدأ في تثبيت البرنامج. تثبيته أسهل ما يكون، next next فقط، وننتظر أن يتم تثبيت البرنامج. إذن يتم تثبيت البرنامج. بعد أن يتم تثبيت البرنامج نقوم بفتحه مباشرة لضبط الإعدادات. أهم شيء أن نضبط الإعدادات بشكل جيد حتى لا نتعرض لمشاكل نصف شاشة أو مثلا اضمحلال يعني الجودة مثلا أو الشاشة السوداء إلى غيرها من المشاكل. نبدأ مباشرة في فتح البرنامج. في البداية ستظهر إعدادات أولية، أو سيطلب نعم هنا الإعدادات الأولية، يقول لك هل تفضل استعمال البرنامج للستريمينج أو الريكوردينج أو الفيرتيال كاميرا على حسب الاختيار الذي تريده. أنا الفيديو هذا بخصوص التسجيل، إذن سأختار أوبتيميز جست فور ريكوردينج، يعني التحسين أو نعم الضبط الافتراضي يكون على الريكوردينج. هنا الريزوليشن الافتراضية يعني الخاصة بالسكرين نعم أو الشاشة. هنا ها هو عندي فول اتش دي. إذا هنا يقول لك ما هو الفريم الذي تحتاج أو الريزوليشن الذي تحتاجه. إذا تستطيع أن تختار 60 وهي أفضل خيار، أو تتركه يختار هذا الخيار الذي هو يعني يختار إما 30 على حسب الإمكانيات. مباشرة ثم نكست ثم تأكيد هذا الخيار. في الأخير هذه اتفاقية تستطيع قراءتها، لأنه هو برنامج مجاني. الآن هذا هو أول ضبط، نقوم به. بعدها مباشرة قبل أن نبدأ بالتسجيل نذهب إلى سيتينج. لا أريد أن يطول هذا الفيديو ولا أريد أن أتعمق كثيرا في التفاصيل، لذلك سأحاول قدر المستطاع أن أختصر هذا الشرح حتى لا يطول ولا يتوه المتابع. إذا من هنا اللغة تستطيع أن تختار اللغة المتوفرة، طبعا الحال موجودة حتى العربية، سأترك إنجليزي. هنا التام تستطيع أن تختار الدارك الخلفية السوداء والجرين وكذلك إلى آخره من الثيمات. اختر الثيم الذي يساعدك، اتركه الثيم الافتراضي هذا جميل. إذا سأترك هذا الوضع. تقريبا في هذه النافذة لا شيء آخر تحتاج إلى تغييره ما عدا هذا الخيار. الأشياء الأخرى نتركها افتراضية كما هي. أبلي للموافقة أو موافق، اضغط على موافق ونأتي إلى أهم شيء. بطبيعة الحال هذا الفيديو لن يكون حول الستريمينج، قلت ستريمينج ربما في فيديو آخر، هذا سيكون حول الريكوردينج، لذلك قائمة ستريمينج هنا نتجاهلها، اتركها كما هي. نعم هنا يقول لك تويتش، نتركه كما هي. نذهب إلى هذا الخيار الذي هو هذا فيديو، نذهب إلى فيديو. هنا في الفيديو الريزوليشن أو حدود الشاشة، تختار أقصى حد موجود، يعني بطبيعة الحال هناك الـ HD والـ Full HD، سأختار هذا الحقيقي، يعني هذا الخاص بأبعاد الشاشة. أما هنا فما هو الخيار الذي تفضله؟ دائما إما HD أو Full HD، يفضل أو الأحسن دائما أن نتركه مشابه للخيار الموجود هنا، يعني إذا كان هنا فول اتش دي اترك هنا فول اتش دي، اذا كان هنا اتش دي اترك هنا اتش دي، هذا هو الخيار. اذا ساختار انا هنا الاتش دي عالي، جودة الاتش دي ها هو 1280 الى 720. اذا او تستطيع ان تتركه قلت كما هو هنا. اذا هذه افضل خيارات بالنسبة لي هنا الريزوليشن او عفوا الاف بي اس، اتركه ستور. بالنسبة لي هنا تستطيع أن تختار هذا الخيار أو هذا الخيار، لا يؤثر في التسجيل أو في الأداء عموما. إذا تستطيع أن تتركه كما هو هكذا، ثم تضغط على التأكيد أو أبلي لتثبيت هذه التغييرات.
هنا في الاوديو هنا الكيلو هرتز اترك 48، الستيريو بقيه الاشياء اتركها كما هي. بطبيعه الحال اذا كنت تعرف اسم او جهاز لاخراج الاوديو تستطيع ان تحدده هنا، او تستطيع ان تتركه افتراضي هكذا. كذلك هنا بالنسبه للميكروفون تستطيع ان تختار افتراضي او تحدد اسم الميكروفون، انت حر في كلتا الحالتين. بقيه الاشياء تتركها كما هي، لا تغير اي شيء. تضغط على موافق او تاكيد، ثم لن نضغط على اوكي حتى لن يرجع الى السيتنج، فقط موافق لتاكيد التغييرات. قلنا نذهب الى هذه الاوتبوت، وهذه هي اهم قائمه هي هذه الاوتبوت، يجب ان تكون مضبوطه بشكل جيد. من هنا حتى ندخل على الاعدادات المتقدمه، نغير من الوضع العادي الى الوضع المطور هذا ادفانس. من هنا ستريمينج، كل قائمه ستريمينج لا احتاجها. نذهب الى الريكورد، ريكوردينج. هنا في الريكوردينج هنا يقول لك اين هو المسار، او حدد المسار الذي تريد ان تسجل فيه الفيديو. تستطيع ان تضعه على سطح المكتب، في القرص دي، في القرص او، في اي مكان. اذا هنا انا افضل ان اتركه في قائمه فيديو هذه. انت تستطيع اختيار اي مسار تريده. ناتي الى شيء مهم اخر، وهو الفورما الخاص بالريكوردينج. هل تريد ام بي 4، ام كي في، ام بي 3، موف، اي امتداد اف ال في؟ اذا اختار الامتداد الذي تريد. افضل خيار هو الام بي 4. لماذا؟ لانه يدعم جميع المواقع او جميع منصات العمل، يوتيوب، تويتش، فيسبوك، اي منصه كانت او اي موقع، يفضل الام بي 4. اذا ساختار ام بي 4. قلت ام بي 4، نعم. نذهب الى هنا. خيار اخر بالنسبه لي هنا الانكودر، وهو اهم خيار. هذا سبب ظهور الشاشه السوداء اذا لم تحدده بشكل جيد. ساشرح لكم ما هي الخيارات المتاحه وكيف نختار. نبدا بالجهاز الذي لا يوجد فيه اي كارت، يعني لا توجد فيه كارت شاشه، لا اي ام دي ولا انفيديا، فيه فقط الداخليه او المدمجه هذه انتل، او لا توجد اصلا. اذا هذا الجهاز يفضل اختيار الاكس 264. اذا لم يكن عندك اي كارت شاشه، لا انفيديا ولا اي ام دي، اختر اكس 64. وكانك تختار الانكودر الخاص بالمعالج او الاعتماد على المعالج. اذا كانت عندك انفيديا اختر هذه، اي ام دي عفوا، اذا كانت عندك اي ام دي اختر هذه، اي ام دي الاش 264، اختر هذا الخيار. اذا كانت عندك انفيديا سيظهر لك خيار اسمه انفيديا انفيك 264. عيد، انفيديا انفياك 264، اختاره اذا كانت عندك انفيديا. انا ليست عندي انفيديا وانما عندي اي ام دي، لذلك ظهرت اي ام دي اش 264. مفهومه الطريقه؟ اتمنى ان تكون مفهوم. ناتي الى هذا الخيار. ربما هذا الخيار تستطيع يعني تعديل، او إذا كنت هنا اخترت ام كي في تستطيع تحويلها إلى ام بي 4 عن طريق تعليم هذا الخيار، لكن يفضل تركه هكذا فارغ. نذهب إلى شيء آخر وهو مهم أيضا، وهو الانكودر سيتنج. هنا للحصول على التسجيل جيد وجودة جيدة، يعني معروفة أنه كلما زاد حجم الفيديو وزادت يعني دقة الفيديو زاد حجمه بطبيعة الحال، ولكن هذا يحتاج إلى جهاز قوي، والعكس كلما كان الانكودر أقل يعني كان عمل الجهاز في أريحية، ولكن ستكون هذا يؤثر على جودة الفيديو. لذلك أترك لكم هذه الصورة توضح هي، أو دعني أقوم بي. نعم، هي هذه الصورة، أين هي؟ هناك شيء اسمه أو خاصية اسمها البيتريت. هذا البيتريت، إذن هذه الصورة توضح ما هو البيتريت المناسب لكل جودة. مثلا جودة 4K تحتاج إلى البيتريت يكون 8000 أو أكثر. الفول اتش دي، ها هو الفول اتش دي، تكون البيتريت بين
3000 الى 3500. بالنسبه للاتش دي الريزوليشن اتش دي تحتاج الى 1800 الى 250. بالنسبه للجوده المتوسطه تحتاج الى البترات يكون بين 600 و 800. اذا هذه هي القائمه وتوضح لك ما هو البترات المناسب لكل جوده. اذا انا اريد ان اسجل بهذه الجوده يعني بهذه الجوده اذا تكون محصوره بين 1800 او 250. لذلك افتراضا هنا سنجد اين هي في السيتنج الاوتبوت ريكوردينج، ستلاحظ هنا موجوده 1000 يعني وكانها الجوده اتش دي، جوده اتش دي. اذا اردت جوده فول اتش دي تستطيع ان تغير القيمه هنا الى 3000 مثلا 3500، وافضل دائما انا ان اتركها 3500 هكذا 3500 ثم ابلي يعني الاجهزه المتوسطه. هناك اعداد اخر لمن يريد مثلا يعني يعني جهاز او دقه فيديو عاليه جدا سيختار هذا الخيار. وهنا يكون الرقم الذي يدخله هنا محصور بين 17 ومحصور بين 21، بين 17 و 21. إذا كان الجهاز قوي جدا ضع 17 أو 18، إذا كان متوسط ضع 19 أو 20، إذا كان ضعيف ضع 21 هنا في هذا المكان. بقية الإعدادات تتركها كما هي. أنا أفضل هذا سيبيال. إذا هنا نكتب 1300. إذا كان عندك جهاز قوي جدا تستطيع أن تكتب مثلا حتى إلى 5000. لكن إذا كان عندك جهاز متوسط أتركها بين 2500 و 3500. إذا أنا عندي جهاز جيد نوعا ما أتركها 3500. هاي كواليتي هاي بروفيل هاي. هنا يعني في السابق كنا نكتب هنا 2 رقم 2، لكن هنا في الإصدار الجديد أضافوا قائمة أو خاصية الأوتو يعني يحدد بنفسه الكيفرين، لذلك أتركه صفر ثم نذهب إلى هنا لم يبقى أي شيء نضغط على موافق. إذا تم ضبط الإعدادات بنجاح. نذهب إلى أوديو نتأكد أتركها كلها 160 أو 128 أنت حر 128 أو 160 أو فضل 160 أتركها كلها 160. إذا هذا ما عندنا. هل بقي شيء؟ لم يبقى أي شيء أوديو. تقريبا هذا كل ما عندنا. بالنسبة لي أدفانس هنا يفضل يعني تستطيع تترك الإعدادات كما ترى هنا لا تغير أي شيء، لكن هنا بالنسبة لي هنا تستطيع أن تستعمل فول. هنا اختر هذا الخيار فول أبلي. بالنسبة لي نعم هل هناك شيء نغيره؟ لا، اترك كل شيء كما هو فقط هنا في هذه القائمة غير. بالنسبة للهوت كي يعني الاختصارات، هل تريد إضافة الاختصار؟ يعني لا تريد مثلا أن كل مرة تذهب إلى الميني وتضغط على ستار ريكوردينج، تستطيع أن تستعمل الاختصارات. مثلا أريد بداية تشغيل التسجيل بكنترول مثلا شيفت اف 9، إيقاف التسجيل كنترول شيفت اف 10 مثلا، إيقاف مؤقت للتسجيل كنترول شيفت مثلا اف 11 مثلا، تستطيع اختيار أي. المهم على أن تكون ثلاث أزرار أفضل. تستطيع أن تضغط على أبلي أو تأكيد ثم اوكي. هل انتهى تقريبا الاعدادات؟ الان البرنامج جاهز للتسجيل. بقي شيء اخير وهو ان تذهب الى هذه القائمه هنا، تضغط على هنا في السورس، تضغط على هنا وتضغط اد وتذهب الى هنا تختار ديسبلاي كابتشر هكذا. تظهر لك هذه القائمه، ضع اوكي. نعم هنا اترك الاعدادات كما ترها اوتوماتيك، وهنا الريزوليشن الخاص بك ثم اضغط على اوكي. لاحظتم ظهرت الشاشة. الآن أستطيع بداية التسجيل. ملاحظة أخرى بالنسبة للألعاب، قد تجد يعني عندما تسجل تجد الفيديو فيه نصف الشاشة، كأن اللعبة سجلت فقط في نصف الشاشة هنا أو جزء كبير من الشاشة، ولكن هناك سواد في الأسفل وفي الجانب الأيمن. إذا صادفتك هذه المشكلة تستطيع أن تستعمل هذا الخيار، اضغط باليمين هكذا عفوا على قائمة هذه وتذهب إلى خيار ترانسفورم، منها اذهب إلى إيديت ترانسفورم، من هذا الخيار هنا في هذا المكان اختر هذا الخيار.
ستريتش تو بند، ستريتش تو بند، هكذا اختر هذا الخيار ثم كلوز. الآن حتى لو سجلت العاب ستجد الصورة كاملة. استطيع أن أجرب معكم، من نضغط على قلت كنترول شيفت اف 9 ليبدأ التسجيل. لاحظوا ظهرت نقطة حمراء تدل على أنه بدأ التسجيل. لاحظوا أنا أحرك الماوس الآن، التسجيل جيد، أستطيع أن أجرب. ها هو التسجيل يعمل بشكل آلي. فقط للتأكيد. نعم، الآن أوقف التسجيل، كنترول شيفت مثلا اف 10. هل توقف؟ نعم توقف التسجيل. أذهب إلى مكان الفيديو، قلت الفيديو تجده في قائمة فيديو هنا. هو الفيديو، سنلاحظ إذا كان يسجل. تسجيل، لاحظوا ظهرت نقطة حمراء تدل على أنه بدأ التسجيل. لاحظوا أنا أحرك الماوس الآن، التسجيل جيد، أستطيع أن أجرب. أسجل بشكل عادي، يعمل بشكل الآن البرنامج يعمل بسلاسة. إذا إخوانا كان هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. دمتم في أمان الله، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.